نتكلم عن هذا الترك ومن هو ولا اختي وراه وافقينا ومشاو من شهر 6 ماشيين لوادين لعمل، ومن من يوم الشهر السات في يوم 17 هما خافيتنا قاد اخبارهم ملا ريناهم ولا شفناهم الى هم ودو حتى النظر على اخبارهم. وعندي والد ما هي صح طالع له الضغط رأيه في طب القلوب مؤنترية بها وليتها هذا هو يتيم وما يسام والأندو من لماتهم الله ذي الكهل جاءت مريض رأيها حالا مؤنترية يألمهم ولانا رأيها في طب القلب مؤنترية بها ذا الخالق له بوقدانها هي وطالبة من رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني وطالبة منه وزير الخارجية ومدير الأمن لأنهم يكونوا يعاونونا في طليصة أولادنا هذا وفي ترحيلهم المرضى جامين إلى الموت بهم المرأة وبهم الحب وبهم الجوع وبهم العطش ندوركم طرحوا لهم الناشئين يجون أولادنا ألا ينكسرون والله ينحبسوا والله يحاكموا يا غرباء في دولتهم. أنا طالبين من مولانا ومنكم أنكم تعاونون.